احنا موجودين اليوم في يعني في موقع هو يصير بين مدينه صباح الاحمد السكنيه ومدينه الخيران السكنيه. راح يقام ان شاء الله انجاز وصيانه طرق ومجاري امطار صحيه وخدمات اخرى للطرق الرابطه بين مدينه صباح الاحمد ومدينه الخيران السكنيه. لكن احنا ودنا نتكلم اكثر واكثر عن هذا الموضوع. معانا المهندسه منيره علي محمد، مهندس مدني اختصاصي اول ومدير هذا المشروع. مهندسه صباحك الله بالخير ويعطيك العافيه. يعني احنا دائما نشيد ودائما نوقف مع يعني مهندسين الكويتيين ما شاء الله. انت في هذا المشروع في هذا المكان ودنا نتكلم عن هذا المشروع. السلام عليكم. في البداية أحب أشكركم على هذه الاستضافة. اليوم إن شاء الله حنا في هذا المشروع، مشروع طريق هاطة 239، مشروع الطرق الرابطة بين مدينة صباح الأحمد ومدينة الخيران السكنية. هذا المشروع ابتدينا فيه من 18/2/2016، بواقع 3 سنوات لإتمام وإنجاز هذه الأعمال فيه. عبارة عن طرق رئيسية راح تربط مدينة صباح الأحمد السكنية بمنطقة الخيران السكنية، وتربط الطرق الرابطة بين 306 ب 309، وراح تكون طرق لتحقيق كافة السيولة المرورية اللازمة لسكان هذه المناطق. مهندس، هذا الموقع متكون من 3 مراحل. نعم، المرحلة الأولى طبعا من 3 طرق بواقع. أولا هي عبارة عن طرق رئيسية بطول 52 كيلومتر توتل كلي، أطوال كلية، مقسمة إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى اللي هو 22 كيلو راح يربط هذا الطريق بين طريق 306 مع 309 ويحتوي على جسرين، وعندنا طريق سكشن 5 راح يربط بين مدينة صباح الأحمد السكنية الملك فهد، وعندنا طريق سكشن 6 راح يربط بين مدينة صباح الأحمد وطريق 306. يعني هذا المهندس الجسر اللي احنا موجودين فيه هذا راح يربط مع طريق الملك فهد IC7، هذا راح يربط راح يربط بين سكان بين مدينة صباح الأحمد، تحقيق سيولة المرورية بين مستعملي هذا الطريق ومستخدمي الطريق، راح يربط بين الملك فهد و309. عرف طول هذا الجسر، أطوال الجسر تقريبا راح تكون طوله 50 متر وراح يكون عرضه 41 متر. الطرق كلها راح تكون عبارة عن 3 حارات وحارتين أمان، نعم. احنا نشوف بالصورة امامنا هني مهندسة، يعني هذا هو تقريبا راح يصير الجسر بهذه الطريقة. نعم، بالنسبة لنا احنا هذا هو IC7. IC7 هو هذا موقع هني. نعم. هذا هو موقع المشروع. طبعا هذه خطة الدولة ايضا لمشروع ثاني اللي هو مشروع 238. نعم. احنا هذه راح تكون الطرق لنا. هذا هو السكشن 4 وهذا السكشن 5. السكشن 4 راح يربط من طريق الوفرة 306 الى 300 مثل ما تكلمت. نعم. الثلاث سكشن 5 راح يربط من مدينة صباح الأحمد إلى طريق الملك فهد، ومن مدينة صباح الأحمد سكشن 6 إلى طريق أم صفق اللي هو 309. حاليا موجود وين مهندسة؟ الجسر IC7 هذا اللي راح يربط، راح يكون بهذا الشكل، يربط السكشن 4 مع السكشن 5 لتحقيق كافة السيولة المرورية لمرتادي الطريق. يعني نقول إن شاء الله حق سكان منطقة مدينة صباح الأحمد السكنية ومنطقة الخيران السكنية إن شاء الله وجنوب صباح الأحمد السكنية يطرح مع الإسكان بإذن الله. راح يكون الجسر إن شاء الله بهذه الطريقة. هذا هو الجسر IC7. نعم. راح يكون بهذا الطريقة. هذا هو الجسر اللي راح يكون هنا. نعم مهندس، راح يكون هناك مدينة صباح الأحمد السكنية. نعم. يمكن أشر عليها. هذه هي. إحنا حاليا موجودين بهذا الجسر هني. وإحنا هذه مدينة صباح الأحمد. مينا عبد الله اللي هني. الIC7. لا، مينا عبد الله الطريق راح يؤدي إيه. نعم. هذا هو طريق المينا عبد الله راح يكون من هني. هذا في مشروع 238 احد مشاريع الدوله. يعني ان شاء الله نقولهم ان شاء الله خلال الفتره القادمه متى ان شاء الله راح بديتوا، متى ان شاء الله ومتى راح تنتهوا. من 18/2/2016 لمده 3 سنوات مده انجاز المشروع، وراح ننتهي في 16 فبراير ان شاء الله 2019. يعني ان شاء الله في 16 فبراير ان شاء الله 2019 باذن الله تعالى. يعطيك العافيه مهندس عساك على القوه. واحنا ما ودنا حتى نطول عليك اكثر واكثر، ما شاء الله احنا قاعد نشوف الاعمال ما شاء الله مميزه جدا جميله جدا. يعطيكم العافيه وراح نكون ان شاء الله معاك اولا باول، متى ما ان شاء الله كان في انجازات جديده راح نكون ان شاء الله موجودين معك. باذن الله حياكم الله وشكرا جزيلا لكم. الله يخليك. شادي لك عارف كنا معكم في هذا النقل الحي المباشر من يعني من بين مدينه صباح الاحمد السكنيه ومدينه الخيران. شاهدنا معكم هذا الجسر ان شاء الله في سنه 2019 في شهر فبراير ان شاء الله راح يكون هذا الجسر تام من افضل ما يمكن ومنتهي، راح يخدم اكثر من منطقه في خلينا نقول في منطقه جنوب الكويت.